السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنتكلموا على لحق متجهه ولحق منتصف قطع. اذا ليس يكون ا و ب نقطتان لحقهما على التوالي زد ا وزد ب، لحق ا ب اذا لحق ا ب كنرمزوا ليه بالرمز زد ا ب اللي كيساوي زد ب ناقص زد ا، يعني كنديروا اللحق ديال النقطه اللي كتمثل طرف المتجهه ناقص اللحق ديال النقطه اللي كتمثل اصل المتجهه. اذا نحسبوا اللحق ديال زد ا ب، اذا كنعوضوا زد ب بالقيمه ديالها جوج زائد 3 اي، وكنعوضوا ا بالقيمه ديالها ناقص 3 ناقص اي. اذا جوج زائد 3 اي نزيل الاقواس، اذا ناقص 3 ناقص كترجع زائد اي لان الاقواس مسبوقه بعلامه ناقص. اذا كنجمعوا الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي، جزء ناقص 3 ناقص 1 و 3 اي زائد اي 4 اي. اذا هذا اللحق ديال المتجهه ا بي. دابا الى حسبنا اللحق ديال المتجهه بي ا، اذا غيساوي لنا زد ا ناقص زد بي. اذا كنديروا التعويض، اللحق ديال زد ا هو 3 ناقص اي ناقص اللحق ديال بي هو جوج زائد 3 اي، اذا 3 ناقص اي نزيل الاقواس كترجع ناقص جوج ناقص 3 اي، اذا 3 ناقص جوج كتعطينا 1 وناقص اي ناقص 3 اي كتعطينا ناقص 4 اي. اذا الى قارنا ما بين زد ا وزد بي اشنو غادي نلقى؟ نلقى بان زد ا كتساوي لنا ناقص زد ب ا، وهذا بطبيعة الحال طبيعي لان المتجهه ا ب راه كتساوي لنا ناقص المتجهه ب ا. الان دابا اللحق ديال المنتصف قطعه، اذا عندنا هاد القطعه ا ب وعندنا واحد المنتصف ديالها اللي نسميه اي، اذا اللحق ديال منتصف قطعه ا ب كنسميه زد اي كيساوي لنا اللحق ديال ا زائد اللحق ديال بي مقسوم على جوج. اذا الى حسبنا فاللحق ديال ا هو جوج زائد 3 اي، اذا جوج زائد 3 اي زائد واحد ناقص زائد 3 ناقص اي زائد 3 ناقص اي اللحق ديال بي، اذا على جوج. اذا كنبسطو الكتابه، جوج زائد 3 5، 3 اي ناقص اي زائد جوج اي على جوج. اذا هذا هو اللحق، يمكن لي نكتبو كتابه جبريه، اذا 5 على جوج زائد جوج على جوج اي هي اي. اذا هذا اللحق ديال زد اي، يعني اللحق ديال منتصف القطعه ا بي. اذا ناخذ تمرين تطبيقي. اذا عندنا ا و ب و سي ثلاث نقط الحقها على التوالي زد ا زد بي زد سي. السؤال الاول حدد لحق المتجهه ا بي. اذا اللحق ديال ا بي هو زد ا بي اللي كيساوي لنا زد بي ناقص زد ا. اذا كنعوضوا زد ب القيمه ديالها واحد ناقص اي ناقص كنعوضوا ا بالقيمه ديالها يعني ناقص جوج اي، اذا واحد ناقص 3 اي. السؤال الموالي حدد لحق النقطه دي بحيث ا بي سي دي متوازي الاضلاع. ما معنى ا بي سي دي متوازي الاضلاع؟ يعني يكون على الشكل هذا ا ب سي دي. اذا ا ب سي دي متوازي الاضلاع يعني ان المتجهه ا ب خصها تساوي لنا المتجهه دي سي. اذا عقديا شنو كيعني هذا؟ كيعني بان زد بي زد ا ب خصها تساوي لنا زد دي سي.
إذا زد أبي كنعرفوها يكفي نحسبو زد دي سي. إذا زد دي سي شنو كتساوي؟ هي زد سي ناقص زد دي تساوي زد أ بي. إذا زد سي ناقص زد دي تساوي زد أ بي اللي حسبناها ولقيناها هي واحد ناقص ثلاثة إي. إذا زد دي غادي نديوها للطرف الثاني، إذا غتولي زد سي ناقص واحد ناقص ثلاثة إي. إذا نحيدو الأقواس ونعوضو زد سي بالقيمة ديالها. إذا زد سي حسب المعطيات هي خمسة إي زائد ثلاثة أو ثلاثة زائد خمسة إي ناقص، نحيدو الأقواس غتولي ناقص واحد زائد ثلاثة إي. إذا نجمعو العدد الحقيقي مع العدد الحقيقي، ثلاثة ناقص واحد جوج، خمسة إي ناقص ثلاثة إي أو زائد ثلاثة إي هي ثمانية إي. إذا هذا هو اللحق ديال النقطة دي. الأخير دي اللحق المنتصف أ دي. إذا زد دي لقيناها وزد أ حسب المعطيات هي جوج إي. اللحق منتصف أ دي اللي نعتبره هو إي زد إي غادي يساوي لنا قلنا زد أ زائد زد دي سومة على جوج. إذا كنجمعو، إذا جوج زائد ثمانية إي زائد جوج إي سومة على جوج. إذا جوج ثمانية إي زائد جوج إي هي عشرة إي مقسومة على جوج. كنفكو، إذا جوج على جوج هي واحد، خمسة عشرة على جوج هي خمسة إي. إذن هذا هو اللحق ديال منتصف القطعة أ دي.